قبل يوم من انتهاء ولايته، الرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر منصبه مع تفاقم الأزمة في البلاد. توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب بعد انسحاب روسيا من الاتفاق، وبايدن يصف قرار موسكو بالمشيل. مواجهة حاسمة بين بولسونارو ودا سيلفا في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة البرازيلية. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية ظهرا في غرينتش. نشرة أخبار جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. غادر الرئيس اللبناني المنتهي ولايته ميشيل عون القصر الرئاسي في بعبدة اليوم سيرا على الأقدام، وقال في كلمة أمام مئات من أنصاره إنه وقع مرسوما باعتبار حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، مشيرا إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة لأنه ترك وراءه وضعا يتطلب نضالا وعملا كبيرا على حد تعبيره. وغادر عون قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا ومدتها 6 سنوات، ولكن من دون خليفة، تاركا البلاد في وضع لم يسبق له مثيل، إذ إن منصب الرئيس لا يزال شاغرا في وقت تقود فيه البلاد حكومة تصريف أعمال. كنتم بتعرفوا كيف حال البلد، كيف مسروق بخزانته، مسروق ببنكه المصرفي، مسروق من جيوبكم. وهيدا عمل بده مواقف، بده جهود حتى نقتلع الفساد من جذوره. وأضاف عون أن البلاد لن تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا بترسيم الحدود البحرية وبدء التنقيب عن النفط والغاز. هلا بدنا ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية فيها تعب، لأنه ما ممكن ولا بشكل نهدأ قبل ما نخلص من هالعذاب المفروض علينا، ونسحب شيل هالوطن من الحفرة العميقة اللي وضعوه فيها. وما راح يطلع لبنان من هالجورة الكبيرة إلا بما عملنا هالاتفاق لرسم الحدود البحرية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية. دكتور حامد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ شهاب، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون. إذا الرسائل التي ألقاها اليوم ميشيل عون في كلماته الختامية، في رأيك كيف ستتعاطى معها الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان وأيضا الشعب اللبناني؟ طبعا الأوضاع في لبنان يعني صعبة، وسيكون هناك فراغ مزدوج، فراغ رئاسي وأيضا فراغ حكومي، في ظل أن الكلمات التي قالها اليوم الرئيس ميشيل عون تعبر وبقوة عن واقع مؤلم ستمر به لبنان في الفترة القادمة سواء سياسيا أو اقتصاديا، وبالتالي تحتاج لبنان إلى تكاتف كل القوى السياسية والأحزاب من أجل التوافق لخروج لبنان من عثراته، في ظل أن الأوضاع السياسية والاقتصادية هي أوضاع متأزمة، وفي ظل حالة من الانسداد السياسي أدت لمشهد معقد. هل سيستمر هذا المشهد ويستمر الفراغ الرئاسي لمدة طويلة كما حدث قبل ذلك مرتين في الفترة من 75 ل90 أثناء الحرب الأهلية، ومرة أخرى استمرت لمدة 29 شهر عندما تولى الرئيس ميشيل عون الحكم في العام 2016. تمام. دكتور حامد، هناك طرح يقال في المشاكل من يكون جزء في المشكلة أو من يكون جزء من المشكلة لا يمكن في كثير من الأحيان أن يكون جزءا من الحل.
هل كان ميشيل عون وأحزاب أو تيارات سياسية أخرى كانت جزءا من المشكلة، وبغياب ميشيل عون أو بغياب بعض الأحزاب والتيارات السياسية ربما يكون هناك أفق لحلول يشهدها لبنان في المستقبل، أم أن هناك أطراف أخرى متداخلة في مشكلة لبنان السياسية والاقتصادية ومن ثم لا يمكن أن يتم التعاطي مع حل هذه المشكلة بالأساليب التقليدية؟ سؤال مهم جدا وذكي جدا يا أستاذ شهاب، لأن بالفعل المشكلة ليست في الرئيس ميشيل عون، لأنه هو هيترك السلطة وسيستمر النظام في لبنان، النظام السياسي في لبنان كما هو، ولن يتم تغيير إلا أشخاص فقط، وبالتالي المحاصصة الدينية والطائفية هي ما أدت إلى ما نشاهده الآن. يعني أزمات متعاقبة مرت على لبنان في فترة رئاسة الرئيس ميشيل عون، وبدءا من انفجار مرفأ بيروت، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك أزمة كورونا وما بعدها أيضا، ثم وضع اقتصادي مترهل واقتحامات للمدعين وتآكل ثروات المدعين أدى إلى وضع اقتصادي هش، وبالتالي كل الأحداث تؤدي إلى أنه لا بد من تغيير النظام السياسي في لبنان لكي يتوافق مع اختيار حكومة كفاءات تكون قادرة على إيجاد حلول ناجعة وناجحة للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. في غالب الأحيان بالنسبة للمشاكل والتعقيدات التعقيدات التي تكون موجودة في لبنان يكون هناك دور لأطراف إقليمية أو دولية للمشاركة أو المساهمة في الحل. في رأيك ما هي الأطراف الإقليمية أو الدولية التي ربما يكون لها دور خلال الفترة القادمة للمساعدة ومساعدة لبنان في إخراجه من الأزمة التي لم يسبق للبنان أن عاشها بهذا الوضع بفراغ حكومي وفراغ رئاسي؟ طبعا يعني لابد أولا إذا أردنا أن يكون هناك حل للأزمة في لبنان، أولا لابد أن يتوافر عنصرين رئيسيين، أولا توافق داخلي ودعم عربي ودولي، وعودة لبنان إلى الحاضنة العربية هو من أوائل أو من الركائز الرئيسية للحفاظ على الأمن القومي اللبناني، على اعتبار أن لبنان هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ومن أمنها القومي. أيضا هناك لابد من أن تلعب الدول المهمة وبعينها، سواء على المستوى الأوروبي نجد أنه كان هناك المبادرة الفرنسية والتي سعت بكل قوتها إلى إيجاد حلول توافقية، ولكن هذه لن تحدث إلا من خلال وجود حكومة شرعية منتخبة ويتم التوافق عليها. أيضا من الممكن جدا أن تلعب الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات باعتبارها هي ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن القومي العربي في الحفاظ على استقرار لبنان، والعمل وبشكل قاطع على تهيئة الأجواء وإيجاد صيغة توافقية وأرضية خصبة بين الفرقاء اللبنانيين للعمل على إيجاد تسوية تكون هذه التسوية هي المخرج من هذا العنق الضيق جدا التي وضعت فيها الدولة اللبنانية، ويحتاج إلى توافق داخلي وخارجي. شكرا لك دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، كنت معنا عبر الهاتف. وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. ويتطلب التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلا عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها. ونظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة وتأكيدا لسيادة القانون، استهدف مشروع القانون أن تتناسب تشريعاته مع طبيعة وسرعة تطور هذا القطاع المهم. نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المنتدى الثاني اسمع واتكلم لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة التي تواجه الشباب مؤخرا، وعلى رأس تلك القضايا الإلحاد والتطرف.
الحديث الجيد يتطلب الاستماع الجيد، ومن هنا نظم مركز الأزهر لمكافحة التطرف المنتدى الثاني اسمع واتكلم لمناقشة عدد من الموضوعات التي تشغل بال الشباب حاليا وإبداء الرأي الوسطي فيها، خاصة بعد انتشار بعض الأفكار المتطرفة والهدامة على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع المؤسسات يتحتم عليها أن تقوم بواجبها في تعزيز الخطاب المستنير، وأن تتعاون في مواجهة الفكر المنحرف الذي يعرقل التقدم، وأن تعمل بكل أدواتها على إرساء قيم التسامح والسلام والمواطنة والتعايش المشترك وتمكين الأسرة من دورها. هذا المنتدى واحد من الحلقات التي يقوم بها مرصد الأزهر العالمي للرصد الإلكتروني بهدف العمل على إفساح المجال لطرح الرؤى والمشكلات المتعددة من خلال وجهة النظر الشبابية، باعتبار أن الشباب ينظر إليهم على أنهم هم عصب الحياة وهم أمل المستقبل، خصوصا مع تعدد القضايا المطروحة والمشكلات الخاصة بهم، وهم يحتاجون إلى من يسمع إليهم، خصوصا وأن الاستماع إليهم قد يلزم عنه وضع آراء سديدة أو آراء إيجابية. الإلحاد والشذوذ وقضايا المرأة والحرية قضايا تم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى الذي يعقد للمرة الثانية منذ انعقاد النسخة الأولى له في 2018. لا شك أن الشباب إذا لم يجد إجابات عن الأسئلة التي يطرحها سيلجأ إلى الاستماع إلى كل من هب ودب، وما أكثر من دب، وما أكثر الفتاوى المغرضة، وما أكثر التيارات التي تدعوهم إلى الانحراف. فحينما يتحاور الأزهر الشريف مع الشباب ويفيده بالنصيحة ويفيده بالحكم الصحيح ويفيده بما قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال العلم الصحيح المؤصل، فإنه بذلك يسد باب فساد كبير. ركزنا أيضا على التطرف، إزاي بشد الشباب، لأن إحنا بيجيلنا حالات في المرصد للأسف شباب صغير وكمان من خلفيات انترناشنال، مدارس انترناشنال، انسان مثقف، والدي برضو من أسرة ثرية، وبالرغم من كده بيتطرف بينجرف للتنظيمات الإرهابية، فبالتالي كنا لازم نركز على النقطة دي كمان. ويؤكد هذا المنتدى على أهمية تناغم المؤسسات التربوية والتوعوية والدينية مع الشباب للوقوف على قضاياهم ومشاركتهم في القول والرأي. إذن ودور هام للأزهر الشريف بكل قطاعاته للكشف عن كافة القضايا الشائكة التي تواجه الشباب ومواجهة الفكر بالفكر دون إفراط أو تفريط. من مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أشرف مبارك، النيل. غادرت بعثة عمرة المولد النبوي الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم. وقامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءا من إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة، وبتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة السبل لتيسير أداء المناسك للمعتمرين. نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر 8، والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تعرض للغرق، وعلى متنه عدد 130 فردا من جنسيات مختلفة أثناء إبحاره بالقرب من ميناء دمياط، وذلك باتباع أحدث إجراءات ونظم الإغاثة والسلامة البحرية العالمية وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط وجمعية الهلال الأحمر المصري. وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم.
شهدت الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوي وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لمنح خريجي كلية الدفاع الجوي درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في أحد البرامج التخصصية هندسة الاتصالات والحاسبات الميكاترونكس، وذلك بنظام الساعات المعتمدة. يهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات العلمية في مجالات العلوم الهندسية والبحث العلمي وتطوير المناهج العلمية والبيئة التعليمية ومجالات الدراسات العليا بهدف الارتقاء بالإمكانيات العلمية لكلا الجانبين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار تزيد على السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 17 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 80 طنا، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طنا من الأسمنت، وفي مجال المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 131 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يجتمع القادة العرب الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة خصوصا في سوريا وليبيا. وبحسب وسائل إعلام جزائرية من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي يشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. في ظل وضع عالمي غير مستقر تزداد فيه وتيرة التحديات غير المسبوقة، تتجه أنظار العالم إلى الجزائر التي تنطلق فيها القمة العربية الثلاثاء وسط آمال في إحداث حلحلة للأزمات. الجزائر الدولة التي تترأس وتستضيف القمة هذا العام أجرت استعدادات غير مسبوقة للقمة التي تنطلق تحت عنوان لم الشمل العربي، في محاولة لتقليص هوة الخلاف العربي وتوحيد الصف في مقابل أزمات عربية ودولية استثنائية. البعض أبدى تفاؤلا بأن تفضي القمة العربية إلى انفراجة في تسوية أو حل الأزمات العربية داخليا بمنأى عن التدخلات الخارجية. إن شاء الله يتفقوا، إن شاء الله يتفهموا العرب، هذا واش نقولوا ليدي، ويتوحدوا العرب إن شاء الله. هذه هي، كي يتوحدوا العرب يتوحد الشعب، الرياص وهذيك الدنياوي، هذه هي كي يتوحدوا العرب هذيك هي الخير. ونتمنوا ان شاء الله القدس يتحرر ان شاء الله. ولم تغب توقعات المتشائمين عن المشهد ذاته، حيث ابدى البعض تخوفه من عدم تحقيق القمه للاهداف المرجوه منها. ماشي تمخض جبلا فولد فأرا، تمدد مشاريع، لما لا عمله وحده، سياسة تكون تتعم كاع الدول العربية يتحدوا وتحلوا بزاف ديال المشاكل، منها المشكل ديال فلسطين، منها المشكل تاع سوريا، منها المشكل بزاف ديال المشاكل العربية، لأن كتخصها غير الاتحاد العربي يتحل. أتمنى أن تكون الوحدة، ولكن صعبة صعبة. لماذا؟ لأن هذا القمة العربية لازم تتليها اجتماعات أخرى مع نفس المسؤولين العرب لكي ينجح هذا المؤتمر. هما من العادة يجتمعون ثم يتفرقون إلى الأبد. قضايا جوهرية وخلافية على طاولة القمة العربية أبرزها التوصل لتوافق بشأن إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية،
فضلا عن القضية الفلسطينية التي تظل محور أجندة القمم العربية المختلفة، علاوة على القضايا المتعلقة بالأزمات والصراعات المستمرة داخل الدول العربية مثل اليمن وليبيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بتأثير الأزمات الدولية وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي والطاقة. وخلال اجتماعهم التحضيري بالجزائر أمس، دعا وزراء الخارجية العرب إلى ضرورة أن تشكل القمة العربية تحركا استثنائيا لتوحيد المواقف لاستعادة الاستقرار في المنطقة. في ظل ظروف استثنائية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، عقدت فعاليات اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي يأتي تمهيدا للقمة العربية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بالعاصمة الجزائرية. تلتئم هذه القمة العربية بعد ما يقرب مثلما قلتم من 3 أعوام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وفي خضم أحداث جسام على المسرح الدولي والإقليمي على حد سواء. وغني عن البيان أن القمة العربية هي الآلية الأهم من آليات العمل العربي المشترك، ذلك أنها تضع إطاره الناظم وتصوغ الرؤية التي يتحرك في إطارها والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها العمل العربي المشترك. تم مناقشة أهم التحديات السياسية، خاصة الأزمة في أوكرانيا والتي ألقت بظلالها على مختلف المستويات مثل الأمنية والسياسية والاقتصادية. إن العمل التحضيري المنوط بنا اليوم يظل على قدر كبير من الأهمية، ليس فقط بالنظر لحجم التحديات المطروحة عربيا ودوليا، وإنما أيضا اعتبارا للفرص الهائلة للتعاون والتكامل والاندماج في جميع المجالات الحيوية في الاقتصاد والازدهار المشترك. تم استعراض الأوضاع التي مر بها كل من ليبيا وسوريا واليمن والصومال وكذلك السودان ولبنان، وأهمية دعم جهود ومبادرات السلام والمصالحة التي تنطلق من البيت العربي ولم الشمل وتعزيز التضامن. أزمات وتحديات على طاولة اجتماعات وزراء الخارجية العرب، والتي تأتي تمهيدا للقمة العربية المرتقبة والتي تأخرت كثيرا بسبب جائحة كورونا، لكن الأزمات والتحديات تحتاج لحلول على أرض الواقع. من العاصمة الجزائرية منذر أبو دوح، النيل. وللمزيد من المتابعة يبقى معنا منذر أبو دوح، وينضم إلينا من العاصمة الجزائرية. منذر، بعد التحية، كيف تتابع الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر؟ تحياتي إليك بداية زميلي العزيز ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل لليوم الثاني على التوالي تستمر انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية العرب للبحث والتشاور، اجتماعات مغلقة. طاولة الاجتماعات تشهد العديد من التحديات السياسية، خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبيرة أمام المنطقة العربية سواء على المستوى العربي وكذلك على المستوى الدولي. بداية على المستوى العربي، الأزمات في بعض الدول العربية إذا كانت سوريا، اليمن، السودان والصومال وكذلك ليبيا، وكذلك المساس بالأمن القومي العربي من خلال إيران وتركيا وتأثيرهم على الأمن القومي العربي في عدد من القضايا العربية. وعلى المستوى الدولي، الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها السياسية والاقتصادية على الدول العربية والعالم أجمع. بالنسبة للاقتصاد، أثرت على أزمة الغذاء وهو من أهم الملفات التي يتم مناقشتها على مستوى وزراء الخارجية العرب وكذلك على مستوى وزراء الاقتصاد العرب، والذي انعقد منذ يومين تقريبا، وسيتم طرح هذه الملفات على القمة الرئاسية التي ستعقد بعد غد إن شاء الله. بطبيعة الحال هناك مناقشات سواء على الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي العربي، وهو ملف خطير خاصة أن الدول العربية تعتبر من أكثر المناطق فقرا بالنسبة لنصيب الفرد في المياه، لذا تعتبر هذه الملفات من أهم الملفات والتحديات أمام وزراء الخارجية العرب. بطبيعة الحال هناك اجتماع مغلق يدور الآن داخل قاعة المؤتمرات، وننتظر حدود ساعة تقريبا إن شاء الله لعقد المؤتمر الصحفي الذي سيخرج وسيعلن عن ما تم الاتفاق عليه من مبادرات وقوانين سيتم رفعها إلى القمة العربية. شكرا لك منذر أبو دوح، كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائرية مباشرة متابعا للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية القادمة في الجزائر. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف صهريج نفط
في العاصمة العراقية بغداد. عذرا مشاهدينا، أدانت مصر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف وزارة التعليم الصومالية وأسفر عن ما لا يقل عن 100 قتيل و300 مصاب، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الصومالية المتشددة. الهجوم الدامي بالعاصمة مقديشيو، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن عدد القتلى جراء هجوم بسيارتين مفخختين قد ارتفع إلى 100، مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع. وانفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشيو، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية والتعليم الصومالية. وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة، فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو. ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخخة عنده في 14 من أكتوبر 2017، مما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290. وقال الرئيس الصومالي إن التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال أناسا أبرياء أيضا، لكنهم لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي، في إشارة إلى حركة الشباب المتشددة. وتحاول هذه الحركة الإطاحة بالحكومة منذ 15 سنة تقريبا، وقد اضطر مسلحوها إلى الانسحاب من العاصمة الصومالية عام 2011، إلا أن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من الريف وتواصل شن هجمات قاتلة على أهداف مدنية وعسكرية. وكثفت حركة الشباب نشاطها في الأشهر الأخيرة في الصومال، وتجلى ذلك خصوصا في هجوم كبير على فندق في مقديشيو نهاية أغسطس الماضي، استمر نحو 30 ساعة وأسفر عن 21 قتيلا على الأقل و117 جريحا، وعلى إثره وعد الرئيس حسن شيخ محمود بحرب شاملة للقضاء على المتمردين. وفضلا عن تمرد حركة الشباب، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاما. ويطال الجفاف 7.8 ملايين شخص يشكلون نحو نصف تعداد السكان، بينهم 213 ألفا مهددون بمجاعة خطيرة وفق الأمم المتحدة. قتل 13 جنديا وأصيب 4 آخرون في كمين نصبه مسلحون في شرق بوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين استهدفوا وحدة من قوات الدفاع والأمن مرابطة في كمين في الإقليم الشرقي، وأكد هذه المعلومات مصدر آخر في أجهزة الأمن في البلاد. توقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود اليوم، بعدما علقت روسيا أمس الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم. وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثف بطائرات مسيرة استهدفت أمس سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن، توقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعدما علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم. وفي هذا الصدد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بالمشين وغير المبرر، وأكد بايدن أن الأمم المتحدة هي من توصلت للاتفاق، الأمر الذي يستدعي إنهاء الجدل بشأنه. إنه أمر شائن وسيؤدي إلى زيادة المجاعة. لا يوجد سبب يبرر لروسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب، لكنهم عادة يبحثون عن أسباب تجعلهم قادرين على القول إن الغرب هو من حملهم على فعل ذلك. ليست هناك فائدة ستجنيها موسكو من وراء ذلك. الأمم المتحدة تفاوضت للتوصل لهذا الاتفاق، ويجب بذلك أن ينتهي الأمر.
كما نددت كييف بخروج موسكو من الاتفاق، ودعت إلى ممارسة الضغط على روسيا لتلتزم مجددا باحترام واجباتها بموجب هذا الاتفاق الذي أبرم في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والوحيد بين موسكو وكييف منذ بدء النزاع. كيف تكون روسيا عضوا في مجموعة الـ20 إن لم تكن تعمل جديا من أجل درء الجوع وتحسين الأوضاع؟ هذا لا يصح، روسيا ليس لها مكان بين أعضاء مجموعة الـ20. وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثف بطائرات مسيرة استهدف سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. ويسمح هذا الاتفاق بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء النزاع، بعد أن تسبب هذا الحصار بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مثيرا مخاوف من حدوث مجاعة. يخوض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس السابق لولا دا سيلفا اليوم جولة حاسمة في الانتخابات الرئاسية وسط ترقب شديد لنتائج تصويت 156 مليون ناخب. وأشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى تزايد فرص فوز دا سيلفا بولاية ثالثة في رئاسة البلاد بعد تمكنه من الحصول على تأييد 48% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، بينما حصل بولسونارو على 43% فقط. إلا أن بولسونارو نجح خلال الأيام القليلة الماضية في تقليص الفارق بينه وبين منافسه بحسب استطلاعات الرأي. جولة إعادة حاسمة لانتخابات الرئاسة في البرازيل بين الرئيس اليمني المنتهي ولاية جاير بولسونارو والرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في ظل انقسامات كبيرة تشهدها البلاد، ويحق لأكثر من 156 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا السباق المحتدم الذي يتيح فرصة ثانية لكل من المرشحين. وتعهد بولسونارو بتعزيز تحول حاد في سياسة البلاد في الاتجاه المحافظ بعد رئاسة شابتها انتقادات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بسبل مواجهة جائحة كورونا. وفي المقابل يعد لولا بمزيد من المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مذكرا بالازدهار الذي شهدته البلاد خلال فترة رئاسته بين عامي 2003 و2010 قبل أن تلطخ فضائح فساد صورة حزب العمال الذي ينتمي إليه. ويصوت الناخبون من خلال آلة التصويت الإلكترونية التي انتقدها بولسونارو دون دليل على أنها عرضة للتلاعب، مما أثار مخاوف من أنه قد لا يعترف بالهزيمة. وزاد ذلك من التوتر في الانتخابات البرازيلية الأكثر استقطابا منذ عودة الديمقراطية للبلاد في عام 1985، وأدت موجة متزايدة من العنف السياسي هذا العام تخللها في الأسابيع الأخيرة مواجهات مسلحة شارك فيها حلفاء بارزون لبولسونارو، إلى تصاعد المخاوف بأن يؤدي النزاع على نتيجة الانتخابات إلى حدوث اضطرابات. ووضعت المحكمة الانتخابية العليا التي يقودها قضاة من المحكمة العليا خطة أمنية لحماية موظفيها ومبانيها في حالة حدوث مظاهرات. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. رئيس الوزراء الكندي يشارك في مسيرة دعما للتظاهرات في إيران. على مر العصور تسجيل التاريخ والأحداث والمعلومات كان بهدف التخليد والمعرفة. قدماء المصريين سجلوا تاريخهم على جدران المعابد، عشان كده وصل لنا وعرفناه. الأهرامات متسجلة بأسماء الملوك اللي بنوها من زمان، وإحنا بنسجل تاريخنا وممتلكاتنا. مفيش حاجة تسجلت وضاعت عشان سجلناها في الوقت المناسب. الأغنية، شهادة الميلاد، حتى أرقام تليفوناتنا، فما بالكم بأصولنا وممتلكاتنا. سجل بيتك وأرضك عشان تحفظ حقك وتستفيد من ممتلكاتك. لو سجلت بيتك أرضك تقدر تطور نفسك، تاخد قرض، تستثمر، تزود دخل. سجل وبلاش تقل.
الآن أولى وقفاتنا في هذه النشرة مشاهدينا، ونتعرف فيها على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، ونتحول إلى زميلة دينا أنديل. إليك دينا. أشكرك شهاب. إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وفيها الحكومة تنفي إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله لدعم نقدي تزامنا مع الأزمة العالمية. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. من جهتها شددت وزارة التموين على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 رغيفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حامل البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة. وقال وزير الإسكان إن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم وحدات سكنية وتجارية، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، ويجري به حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات، ويقام على مساحة 51,000 متر مربع. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمنة ببدء إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظتي سوهاج وقنا 2030، ويأتي ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتصبح نموذجا يتم تعميمه في باقي محافظات الصعيد ثم محافظات الجمهورية، وذلك في إطار ما يقوم به البرنامج من تعميم للممارسات الجيدة لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع رئيس مجلس إدارة شركة قبضة إماراتية ماجدة العزعزي وعدد من المسؤولين بالشركة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين الجانبين. وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة مستجدات التعاون في مجال الإنتاج المشترك للسيارات البيكب والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بسواعد مصرية. وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر. بحثت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط مع وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد آخر استعدادات العمل المشترك في إطار مؤتمر المناخ المقرر أن تستضيفه مصر في شرم الشيخ الشهر المقبل. وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية التي تم إطلاقها يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية في ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء. تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قبلتها عمليات بيع عربية وأجنبية. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 751.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2 ملياري جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX30 بنسبة 26%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX70 بنسبة 47%. أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية ارتفاع رصيد الدين العام المستحق على البلاد خلال الشهور 8 الأولى من العام الحالي 3%، ليصل إلى 29.6 مليار دينار، ما يعادل 41.7 مليار دولار، مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأشارت البيانات إلى أن الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية أغسطس 14 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار. بهذا تصل نسبة الدين العام الأردني 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة. ختام أخبار الاقتصاد، إلى مزيد من الأخبار السياسية مع شهاب شعلان. تفضل شهاب. شكرا دينا. انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة مع محتجين تجمعوا في العاصمة أوتاوا دعما للحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوما. ونظمت تجمعات في مدن كندية أخرى ولا سيما فانكوفر ومونتريال وتورونتو، حيث شكل المتظاهرون سلاسل بشرية. مع دخول الاحتجاجات في إيران شهرها الثاني، انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة مع محتجين تجمعوا في العاصمة أوتاوا دعما للحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوما. نحن لا نبكي فقط على مهسا أميني وعلى كل ما مثلته كإمكانات وكمستقبل، نحن نبكي كل شابة وأم وجدة تقدمت للوقوف مع مهسا وتم استهدافها من قبل النظام. نحن نقف هنا نمثل الكنديين، وأيضا نقف كمواطنين في هذا العالم لنقول كفى، يجب أن يتوقف كل هذا. سنواصل نضالنا من أجل مستقبل أفضل للجميع في كل أنحاء الأرض، خاصة النساء اللاتي عانين في إيران. نحن هنا متضامنون معكم وسنبقى كذلك. وذكر رئيس الحكومة الكندية بأنه فرض عقوبات عدة خلال الشهر الماضي على عشرات من كبار المسؤولين في النظام الإيراني ردا على انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان خلال التظاهرات التي تشهدها إيران. ومنذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر، لم تتراجع الحركة الاحتجاجية التي تقودها النساء خصوصا في إيران، التي أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ 3 سنوات، وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد تتقدمها في معظم الأحيان شابات وطالبات. في أثناء ذلك نفذت عدة مدن في محافظة كردستان غربي البلاد إضرابات شاملة، حيث أغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها. أما في طهران فخرج طلاب الجامعات بمظاهرات واسعة مرددين عبارات مناوئة للسلطات، كما دعا ناشطون ومعهم مجموعات من الشباب في عدة مدن إلى انتفاضة وطنية. وعمدت السلطات إلى قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل متقطع من أجل محاصرة المحتجين ومنع انتشار دعوات التظاهر، كما دأب المسؤولون على اتهام المتظاهرين بالتبعية للخارج وتخوينهم، في حين ألقت القوى الأمنية القبض على المئات بينهم طلاب جامعات وتلاميذ مدارس. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لكوريا الجنوبية إثر حادث التدافع وسط العاصمة سول الذي أسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين. كما أعربت مصر عن مواساتها لحكومة وشعب كوريا الجنوبية وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين كافة. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة: وزارة الثقافة تمدد فترة احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيدة لمدة عام كامل. قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن تمتد فعاليات وزارة الثقافة في احتفالاتها بانتصارات أكتوبر لمدة عام لتصل لعام كامل من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023. مشاركة من وزارة الثقافة للمصريين للاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتجسيدا لمبدأ لا مركزية الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية ضخمة لتكريم أبطال أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية. مصر الحبيبة ما بتنساش أبنائها أبطالها، إذا كانوا شهداء ولا كانوا مصابين
ولا بذل الجهد والعرق في تحقيق النصر. فانا النهارده سعيد جدا ان اكرم النهارده في محافظه الاسماعيليه قصر الثقافه الاسماعيليه، وانا حضرت حرب 67 والاستنزاف واكتوبر، انا رجال الصاعقه وحضرت حرب اكتوبر بصوره استثنائيه خالص. انا ضربت حرب الاستنزاف بصاروخ بتر الساقين والدراع وعين، ظلني اسحب نفسي المستشفى عاوز حاجه قلت ارجع تاني، هو وافق لي بالرجوع ورجعت تاني لاشارك في حرب اكتوبر الملحمه العظيمه العاشر من رمضان واضرب مدرعه بين الشارع الشمال لتحصل هذه المعجزه. تعد هذه الاحتفاليه التي انطلقت من قصر ثقافه الاسماعيليه باوبريتا جيش الشمس كمرحلة أولى بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافية التي شهدت معارك حرب أكتوبر المجيدة. جيش الشمس بيقدم خمس شخصيات، خمس أبطال من أكتوبر في خمس محافظات، كل محافظة بتقدم فنها الشعبي، تابلوهات من الفن الشعبي بيتغنى بهذا البطل، بيتغنى بالإنجازات اللي تمت موازية لنصر أكتوبر في التوقيت الحالي، بيتغنى مع شعب هذه المحافظة. عندنا الشرقية، عندنا الأقصر، عندنا الإسماعيلية، عندنا أسوان، وهكذا كل المحافظات اللي ذكرناها لها أبطال في أكتوبر. فعاليات متعددة سواء كانت ندوات، محاضرات، لقاءات، معارض، عروض مسرحية، كل قطاع كما ذكرت هيكون ليه دور وإسهام في احتفال 50 سنة على أكتوبر، ولذلك احنا إن شاء الله عندنا عام متصل وممتد من الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة. وتعد هذه الاحتفالية كبداية لسلسلة من الأوبريتات التي تسجل بطولات رجال أكتوبر من كل محافظات الوطن ليتم عرضها على مسارح قطاعات وزارة الثقافة بجميع محافظات مصر لتعزيز الهوية المصرية ولفت أنظار المجتمع بأكمله خاصة الشباب لهذا الحدث العبقري والذي ظهرت فيه قدرات الإنسان المصرية. انطلقت احتفالات وزارة الثقافة من محافظة الإسماعيلية على أن تمتد على مدار العام للاحتفال بخمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة والذي يواكب اليوبيل الذهبي لهذا الانتصار العظيم. أمل صبري، النيل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. قبل يوم من انتهاء ولايته، الرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر منصبه مع تفاقم الأزمة في البلاد. توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب بعد انسحاب روسيا. وبايدن يصف قرار موسكو بالمشين. مواجهة حاسمة بين بولسونارو ودا سيلفا في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة البرازيلية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. إلى اللقاء.